هنا يقول لي يقضي الأخوان أحمد وعبد الله بعض الوقت في بيت بنياه فوق شجرة، وقد استعملا بعض الحبال لرفع صندوق كتلته 3.2 كيلوغرام يحوي أمتعتهم. طيب، فإذا وقفا على غصنين مختلفين كما في الشكل وسحبا بالزاويتين قوتين المنضحتين في الشكل، فاحسب كل مركبتين إكس واي للقوة المحصلة المؤثرة في الصندوق. طب خلينا أرسم لكم الشكل. خلينا نفترض أنه هذه غصنين الشجرة، بعدين عندي هنا حبل، وهنا حيكون الصندوق، وهنا في حبل ثاني. بعدين أعطاني الزوايا في السؤال، هو في السؤال أفترض أنه مثلا هذا هو محور الإكس وهذا هو محور الواي. خلينا أشيل الغصنين هذه. بعدين في الكتاب أعطاني الزوايا، قال لي هذه الزاوية 55 درجة وهذه الزاوية 120 درجة، وقال لي هذه القوة 17.7 نيوتن وهذه القوة 20.4 نيوتن. طيب إيش المطلوب؟ قل لي أحسب كل من مركبتين X Y للقوة المحصلة المؤثرة في الصندوق. يعني أنا هنا عندي الصندوق وهذه قوة مؤثرة، بحسب المركبتين X Y وهنا المركبتين X Y. طبعا لا تنسى إنه في عندي هنا قوة الجاذبية، خلينا نسميها FG. هذه هي القوة الثلاثة المؤثرة على الصندوق. طب كيف حنحسب القوة المحصلة؟ فاكرين زمان لو كانت في بعد واحد، يعني لو كانت القوة بهذه الطريقة، في عندي حبل بيشد وهذا الصندوق وهنا الجاذبية الأرضية، سهل نحسب المحصل. افترض هذا الاتجاه الموجب وهذا الاتجاه السالب ونطرحه خلاص. لكن هنا عندي بعدين، عندي طول وعرض، فيصير عشان نحسب القوة المحصلة لازم نعمل جمع لهذه المتجهات. طيب وكيف نجمع المتجهات؟ خلينا نستخدم التحليل. طيب خلينا نسمي المتجهات، نسمي هذا المتجه A، هذا المتجه B، وهذا المتجه C. نحلل الـ A أول، نجيب مركبة الـ X. مركبة الـ X نعرف قانونها A في كوساين الثيتا، والثيتا قلنا نقيسها دائما من فين؟ من محور X الموجب. طيب A اللي هي المقدار 17.7 في كوساين الزاوية، أو قيسينها من محور X الموجب إلى المتجه 55 درجة، نحسبها بالحاسبة حتطلع 10.15 نيوتن. هذه مركبة X، يعني حللنا هذه، نزلنا العمود كده وجبنا هذه اللي هي AX. الحين نبغى نجيب AY، مركبة الواي، يعني هذه مركبة الواي هتساوي A في ساين الثيتا، يعني 17.7 في ساين 55، وهذه هتساوي 14.5 نيوتن. حللنا الـ A، نمسك الـ B، مركبة الـ B هتكون مقدار الـ B اللي هو 20.4 في كوساين الزاوية، شوف قاسها هنا من محور X الموجب إلى المتجه نفسه، يصير هذه 120، طلعت -10.2 بالسالب، صح؟ ليش؟ لأنه مركبة X لو سقطنا عمود، هذه مركبة X BX، صح في الاتجاه السالب، صح؟ صار حالنا صحيح. طب نجيب مركبة Y، مقدار الـ B في ساين الثيتا اللي هي 120، 17.67 نيوتن. طبعا جبنا مركبة الواي، تمام، بقي عندنا قوة واحدة اللي هي قوة الجاذبية. طبعا هنا تقدر تلاحظ على طول انه ما في مركبة للإكس، لو سقطنا عمود على محور إكس ما حيكون في مركبة لهذا المتجه على محور إكس، يصير ما في إلا مركبة الواي. طب نجيبها، مركبة Y اللي هي مقدار القوة، ما جبت مقدار القوة، طب خلينا نجيبها على جنب، نجيب مقدار المتجه C
اللي هو FG قوة الجاذبية، صحيح؟ قوة الجاذبية تساوي إيش؟ الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية. ممكن أحط الـ A اللي هو تسارع، أو أحط الجي، الجي اللي هو مقدار تسارع الجاذبية الأرضية. طب خلينا نجيبها. الـ M كتلته 3.2 كيلوغرام، بلاش أحط الوحدة، مضروب في تسارع الجاذبية الأرضية اللي هو 9.8 متر لكل ثانية تربيع. أضربها كده عشان أجيبها. هذا حساب 31.36 نيوتن. طبعا هذه السي. طب نجيب مركبة الواي، هتكون المقدار نفسه 31.36، بس هي هتكون هذا المقدار. ليش؟ لأنه بس عندنا مركبة للواي، ما عندنا مركبة للإكس. بس حتى لو أنت تبغى تجيبها بالقانون اللي هو سان الثيتا، طب نجيب الثيتا لهذا المتجه، نقيس من محور إكس الموجب، هتكون 270. يعني نقول هنا ساين 270 درجة. ساين 270 درجة أصلا بسالب واحد، سالب واحد مضروب في هذا يصير عندي سالب 31.36 نيوتن. ولو نبغى نجيب مركبة الإكس، هنقول المقدار حق المتجه مضروب في كوساين 270. كوساين 270 بصفر يصير هذا يساوي صفر. خلاص حللت كل المتجهات، جبت مركبة إكس واي للأ، مركبة إكس واي للبي، مركبة إكس واي للسي. الآن أجمع مركبات إكس مع بعض ومركبات واي مع بعض، فنقول محصلة إكس هيساوي أي إكس اللي جبناها، اللي هي أي إكس زائد بي إكس مركبة إكس زائد مركبة إكس للسي. مركبة إكس جبناها اللي هي 10.15 زائد مركبة إكس المتجه بي اللي جبناها سالب 10.2، مركبة إكس للسي اللي هي صفر. هذه هتساوي سالب 0.05 طبعا نيوتن. يعني لو جينا نمثل مركبة إكس للمحصلة هتكون كذا، السالب هذه هي، هذه نسميها RX، وهذه هتكون قيمتها. طيب نيجي لمركبة الواي، هنجمع مركبة الواي للأ، مركبة الواي للبي، مركبة الواي للسي. مركبة الواي للأ كانت 14.5، مركبة الواي للبي كانت 17.67، مركبة الواي للسي كانت سالب 31.36 بالسالب، لأنها في الاتجاه الواي السالب. خلاص نجمع، طلع عندي الناتج 0.81 طبعا بالنيوتن. يعني لو جينا نمثلها، شوف بالموجب، يعني هتكون كده تقريبا، هذه RY. طيب جبنا مركبة X للمحصلة ومركبة Y للمحصلة، الآن نجيب المحصلة نفسها. كيف نجيب المحصلة نفسها؟ باستخدام فيثاغورس. محصلة تربيع يساوي مركبة X تربيع زائد مركبة Y تربيع. مركبة X اللي جبناها سالب 0.048 تربيع، طبعا حطيت القوس ليش؟ عشان التربيع برضو حيكون للسالب، السالب جوة القوس فبالتالي حيروح مع التربيع. طيب ومركبة واي كانت 0.8 تربيع، احسبها بالحاسبة هيطلع عندي 0.64. طبعا هذا الار تربيع، عشان اجيب الار اخذ الجذر التربيعي صار عندي 0.80 نيوتن. هذا مقدار المحصلة، هذا هو. طيب جبنا المقدار، نبغى نجيب الاتجاه. خلينا نشوف الاتجاه على الرسمة. شوف احنا هذه مركبة X ومركبة Y للمحصلة، هذا الناتج تمام. لو نبغى نجيبها بالرسم كيف حيكون؟ طبعا هذا عند المتجه الأول، بعدين المتجه الثاني ناخده من نهاية المتجه الأول، ننقل هذا هنا، يعني هيجي بهذه الطريقة، يصير المحصلة هتكون هذه هي،
تكون جاية بهذه الطريقة. فإحنا جبنا مقدارها، الآن نبغى نجيب زاويتها. ولي نقدر نجيب الزاوية عن طريق tan inverse، بعدين نحط مركبة الواي على مركبة الإكس، صار عندي tan inverse مركبة الواي هي 0.8 على مركبة الإكس اللي هي 0.048، صار عندي الزاوية 86.57 درجة. بس مرة ثانية، هذه أي الزاوية؟ هذه الزاوية اللي هي 68، لأنه هذا المثلث، هذه الـ RX وهذه الـ RY وهذه الـ R. فلما أخذت الـ tan RY على RX لهذه الزاوية، أنا أبغى هذه الزاوية لين هنا، فبالتالي حقول زاوية المحصلة 180 اللي هي هذه الزاوية كلها، وننقص منها هذه الزاوية اللي هي 86.57، صار عندي 93.43 درجة. يعني شوف، قريبا جدا من 90، يعني كذا كأنها بتطلع، كأن الصندوق بيطلع بطريقة عمودية. صار هذا عندي مقدار المحصلة، وهذا زاويتها أو اتجاهها.